أهلا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة إنزغان مع قصة صادمة لشابة والتي تعاني الرعب والجحيم مع شقيقها اللي كيعاني من خلل عقلي ويعيش اضطرابات نفسية تجعله في بعض الأحيان يدخل في حالة هستيرية وهيجان ويهدد سلامة الآخرين. ربما هذه الشابة اللي أمامنا قد تعرضت في وقت سابق وفي أكثر من مرة للضرب والعنف من طرف الشقيق ديالها، كاد أن يؤدي بحياتها بواسطة ضربة على مستوى الرأس بحجر كبير. واليوم قررت باش انها توجه الرساله ديالها للمسؤولين وايضا لكل الجمعيات من اجل الانقاذ ديال الاسره ديالها من هذا الجحيم الذي لا يطاق بطبيعتها. غادي نخليوها انها تحكي لنا القصه ديالها وتحكي لنا ايضا ربما هذه المعاناه وهذا الجحيم اللي كيعيشوه مع الشقيق ديالهم الذي يعاني من اضطرابات على مستوى الدماغ وعلى مستوى العقل بطبيعه الحال. السلام عليكم. بعدا كديرين اخوتي المغاربه؟ بخير، لاباس عليكم. انا سميتي فاطمه. اليوم جيت نعاود لكم قصه ديالي، نتمنىكم اخوتي تسمعوا لي، الله يجزيكم بخير. وانا عندي الاخ ديالي مريض بالمرض الصارح، مريض في العقل ديالو، الله يجزيكم بخير. سمعوا لي يا اخوت العزاز، الله يفرحكم يا ربي. عايشين في معاه في الرعب. والاخ ديالي اخوتي نعاود لكم من الاول القصه ديالنا. الاخ ديالي كان مني كان صغير، كانت عنده 3 سنين، طاح وضرب على ضربه الحولي وطاح على الراس ديالو على واحد الحجره كبيره لواحد الصفيه، ومن تمايا هو بقى مريض حتى ما بانش لنا حنا داك الساعه الاعراض حتى وصلت 10 سنين. ومني وصلت 10 سنين الام ديالي كانت كديه عند الفقهاء، دي الناس اللي فما قالوا لها الناس ديه حنا ما عندناش ما مسعفناش الظروف ديالنا باش ان ندو عند طبيب وندوزو ليه ونديرو ليه ندير ليه سكانير الراس ولا شي حاجه. حنا طلبنا الطبيب ندير ليه سكانير، ولكن حتى من بعد ومن حيت هو صراحه مركبني في الرعب. انا ملي كنت صغيره انا عقلت فيه. اش نقول لكم اخوت العزاز، والله العظيم لا انا مريضه نفسانيا لحد الان، دابا انا مريضه نفسانيا. ومني عقلت وانا صغير عقلت فيه، ما قريت بحال البنات، دائما انا عايشه معاه في الرعب، دائما يضربني كيضربني بالحجر، دائما كناكل العصا انا بالحجر، كيصيفط لي الحجره من بعيد، كيضربني الراس تنطيح تندوخ، واخا ندوخ ونطيح ما تيقولش هي زعما راه طاحت وداخت ولا شي حاجه. هو مسكين داك العقل اللي عنده هو تنطيح، تيقول لك وتينوضي. انا صراحه البهيم يقول لك وتينوضي ونوضي، وانا راه في الدوخه غاديه وكنطيح، هو في داك الشيء اللي في العقل ديالو. وانا كابر بدون اب ديالي، انا هو مات وانا باقا صغيره، والاخ ديالي عندي واحد خرج على 6 سنين مشى كيخدم، وانا بقيت بوحدي كنبقى امي كتمشي بحال هكا حيت ما عنديش اب لا غادي يتقدى لينا، تتمشي الام ديالي للسوق وتيبقى هو انا وياه بحال هكا نيو تيبقى يضربني. يقدر يقتل لك في اي لحظه. شحال من مره. ودابا حنا هو دابا من بعد دينا للطبيب، شرينا ليه الدواء، وحنا ما قدرناش ندو عند طبيب خاص باش نجيبو ليه الدواء، دينا عين طبيب عام، جنا ليه الدواء غير باش يكالميه. وداك الدواء راه كيشربو مدة سنين هادي، دابا هو راه عنده 31 سنة وتيشرب الدواء شي 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 غادي 20 سنة تقريبا، ماشي 20 سنة كاملة، شي 18 سنة بحال هكاك. وهو كيشرب الدواء، وداك الدواء مني كنتبعو دابا متبعين ليه عند طبيب عام، داك الدواء أثر ليه على المفاصل ديالو حيتاش هو كيشربو قديم هادي، هو كيشربو تيشربو 3 مرات في النهار، وداك الدواء ديال راكم عارفين كيفاش داير، وضرب ليه في الكبدة ديالو. ودابا أنا خوتي أنا محتاجة الطبيب خاص، طبيب خاص في العقل حيتاش هو مريض في العقل ديالو، ونتمنى الخوت المغاربة يوقفوا معايا. مؤخرا ضرب ليا البنت ديالي، ضربها ليا دابا هي هو هاز الماء وغادي يدوش، وبنتي انا مشاغبه كثير، الدراري الصغار عارفينهم كيفاش دايرين، الدراري الصغار راه هي دابا غادا كتلعب قال لها حيدي باش تحيد، وهو يضربها برجله بحال هكاك لصقا مع الحيط. انا ما عندي ما مرتبه مصبغه ولا غير بريك، ديك الحاشيه ديال البريكه، داك المزرعه داك الكايس اللي كاين في البريكه دخل ليها في الراس ديالها، راه تقبت تقريبا قد هكا.
كاينه في الراس ديالها. تقبلها راسها ودي خيطها دار لها شي جوج غرزات ولا مع ثلاثه في الراس ديالها. ودابا راه كنديها من كل نهار كندير المستجد تنداوي لها كل نهار كنديرها فاصمه ب 20 درهم. يعني اي واحد جا قدامو اي واحد الا كان مريض الا ما كانش عنده الدواء حتى واحد ما يعقل عليه. انا براسي ما عقلش ليا با الله يرحمه كان كيضربه اللي هو كبير وكان كيضربه الام ديالي وكان كيضربها. يقدر في اي لحظه راه هو مريض هو شبات مرات شحال من مره كيقول لي انا غنهز موس انا نهز موس نضربكم به والله الا شحال من مره يقول لي انا غنهز موس وغنضربكم به. وانتم راه اي واحد راه عارف المريض واللي عنده بحال الحاله راه غادي يعرفني وغادي يفهمني. تيخلق لنا مشاكل كثير. والجيران يعني حتى هما كيضربوهم. الجيران شحال من مره كيضرب الدراري الصغار شحال من مره كيجوا يتبراو فينا. ما هي مره ما هي جوج عرفتي كتجمع الشقله ديال عباد الله قدام الباب وبنادم تيتفرج وحنا تنغوطوا والله العظيم لا شحال من مره شحال من مره كيجوا الناس قدام الدار. عايشين الجحيم. وانا ما كبرتش بحال اي بحال زعما قرايت وفي خاطري. انا ملي كنت صغيره انا نعس وما كنعسوش في خاطري. انا نعس الليل كامل وانا في الرعب. والله القسم الا الليل كامل وانا كنحلم الليل كامل وانا نحس بجارع عليا ومني كنوض وانا معاه في المشاكل وانا معاه في سميتو. انا شنو نقول لك انا راسي كنخاف عليه. انا دابا مرضت نفسانيا. دابا بنتي ما يمكنش اي ام ما غتبيش بنتها الاذى. اي ام ما غتبيش بنتها الاذى حيتاش انا بنتي تأدت بزاف. انا بنتي شحال من مره كيضربها غير هاد المره جاب لها الدقه. الرقم ديالك يعني بغيت نعاود الرقم ديالي 07 31 10 31 47 52 07 10 31 0 سمحوا لي اخوتي 07 10 31 47 52. نتمنى اخوتي كنتمناكم اخوتي الله يجازيكم بخير. سمعوا لي راني انا اختكم راني ماشي شي وحده اللي كبيره راه باقي غير صغيره. وانا راني خرجت وخدمت على 11 سنه. انا على 11 سنه مشيت للفلاحه وخدمت ولدرجه في رمضان كيكون الحال سخون وانا خدامه على باش نخلص الكره على باش نخلص الكره ونجيب باش نداوي خويا ونجيب ليه باش نشري ليه الدواء. ولكن نتوما عارفين اخوتي هذيك الساعه كانت غير 12 100 ودابا كاين 70 درهم. دابا كاع نخرج انا نخدم اش غدير لي ديك 70 درهم؟ اشنو غادي ديري؟ واش غتخلص ليا الكره؟ واش غتخلص ليا المصروف؟ واش غتخلص ليا الدواء الاخ ديالي؟ انا كنت كنخرج انا في رمضان يكون الحال سخون وتنخوي عليا الماء كنخوي عليا الماء بارد الماء مبتيو كنخوي عليا. ومن هذيك انا بقيت مريضه لحد الان. دابا كل المفاصيل ديالي تيضروني لحد الان. دابا كل المفاصيل ديالي تضروني وحاولت نخدم وحاولت باش نداوي الاخ ديالي ونوقف معاه يكون شي محل ولا يكون شي حاجه بحق ولاني ما قدرتش ماشي في الاستطاعه ديالي. انا الحلم ديالي من غير الدار ومن غير شحال من حاجه هو ان الاخ ديالي يداوى حيتاش انا بغيت نولد بليدات وبغيت. دابا انا صافي انا هاد البنت وخايفه عليها فين باقا نزيد. انا بنت وحده وخايفه عليها بنت وحده ولت خايفه عليها. انا ما بقيتش كنعس مرتاحه ما تنخرج مرتاحه ما تن ما اش نقول لكم واحد الدرجه كبيره اخوتي والله القسم لا واحد الدرجه كبيره. درت القناه في اليوتيوب باش نتعاون بها للاسم ديالها في الطوبه العبديه ولكن المشاهده ما كايناش الناس ما تفاعلوش معايا. ولكن نقولها واحد الحاجه اخوتي درتها باش نعالج الاخ ديالي واخا ان اش نقول لكم انا ما 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 في استطاعتي ديالي نعالج الاخ ديالي حيتاش انا اصلا محتاجه ابسط حاجه محتاجه لها ابسط حاجه اللي على بالكم انا محتاجه ليها. انا خوتي اش نقول لكم ما عرفتش كنت بنقول لكم ونسيت. انا كنطلب لخوتي المغاربه يوقفوا معايا. انا رختكم وانا بنتكم وحسبوني كيف ما بتحسبوني ونقول ماشي حتى ندير شي شوهه في القناه اليوتيوب عاد دعموني. هذيك الساعه منين ندير انا شي شوهه راه ما تجيوش عندي وما يجيش شي واحد يقول لي علاش درتي هكا ولا درتي هكا ولا درتي هكا حيتاش انا الخوت راه ماشي البارح ولا اليوم اللي درت القناه في اليوتيوب. انا راني عام وانا داير القناه في اليوتيوب ودخلوا ليها وشوفوا واش كاين فيها شي عيب. ولكن لا حنا معروفين المغاربه حتى نديروا شي حاجه خايبه عاد كيجيو عندك وعاد كيقول لك علاش درتي بحال هكاك وعلاش درتي بحال هكاك ونوضي ديري ونوضي لا تديري شي شوهه عادي يجيو عندك. وانا كنطالب بالجمعيات يتعاونوا معايا الله يجازيكم بخير. والخوت اللي بغيت تدخلوا عندي راه عندي تيك توك ديال الاخ ديالي هذا درته في الاسم ديالو منهم من جهه القناه. الاسم ديالو هو عبد الجليل الرجاوي.
الله يجزيكم بخير اخوتي. كنطالب من خوت المغاربه ومن الجمعيات يتعاونوا معايا، والله يفرحكم اخوت العزاز. ونتمنى حتى شي واحد ما يصوني ليا في النمره ويتفلى عليا، حسبوني اختكم وحسبوني بنتكم وحسبوني كيف ما بغيتو، راني انا بنتكم اخوتي، وخرجت وطلبت الخوت المغاربه والجاليه المغربيه يتعاونوا معايا، الله يجزيكم بخير.